وحول جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأفريقية، ينضم إلينا من زامبيا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري. علاء، كيف تستعد زامبيا لانطلاق قمة الكوماسا في الغد وتسلم الرئاسة الدورية من مصر؟ نعم، على الصعيد اللوجستي انتهت زامبيا من كل الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستضافة هذه القمة الهامة، القمة 22 للسوق الاقتصادي المشترك لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية المعروفة بكوميسا. هذه الإجراءات اللوجستية تبعها أيضا اجتماعات تحضيرية سوف تنتهي عصر هذا اليوم لرفع كل المقررات والتوصيات التي وردت خلال هذه الاجتماعات التحضيرية التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، بالإضافة أيضا إلى الاجتماعات الأخرى التي جرت على مستوى وزراء التجارة والصناعة والخارجية للدول الأعضاء في هذا التجمع، لترفع كل هذه التوصيات والمقررات إلى القادة والرؤساء وزعماء الأفارقة المجتمعين في قمتهم التي سوف تنطلق في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة من هنا العاصمة الزامبية لوساكا. هذه القمة التي يعول عليها كثيرا لتحقيق التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي القاري بين دول المجموعة وبين دول القارة الأفريقية بشكل أوسع، سوف تناقش عدد كبير من التحديات والملفات التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي، تسوية الأزمات السياسية والأمنية في عدد من الدول الأفريقية، وتحقيق الاستقرار الذي يعني يضمن بيئة مواتية لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثمارات وحركة التجارة بين الدول الأعضاء وبين دول القارة الأفريقية بشكل عام. الرئاسة المصرية التي استمرت على مدار العامين المقبلين سوف تستعرض من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد كبير من المبادرات المصرية الرئاسية التي تم إطلاقها خلال هذين العامين، والتي تشتبك وتتفاعل بشكل مباشر مع هذه التحديات الإقليمية القارية الأفريقية سواء على المستوى السياسي والأمني أو على المستوى الاقتصادي بشكل خاص. من بين هذه المبادرات التي تلقى إشادة وتلقى ترحيب كبير في الأوساط الاقتصادية وأوساط رجال المال والأعمال هو المبادرة الرئاسية المصرية بإشراك وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة في دول القارة الإفريقية. وربما تابعنا منذ قليل انتهاء فعاليات مجلس الأعمال الإفريقي الكوميسا الخاص وهو الشق الذي يتعلق بالذراع الاقتصادي أو الذراع الخاصة بالقطاع الخاص داخل الكوميسا. كانت هناك إشادات كما ذكرنا بهذه المبادرات المصرية الرئاسية، كان هناك عدد من رموز الجانب المصري الذين مثلوا مصر خلال هذه الاجتماعات، كان آخرهم وزير التجارة والصناعة الدكتور المهندس أحمد سمير، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الرموز المصرية التي قدمت استعراضا للتجربة المصرية الاقتصادية الملهمة، وأيضا ألقت الضوء على عدد من هذه المبادرات الرئاسية المصرية في إطار تشجيع الاندماج والتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة من جانب وبين دول المجموعة والمحيط القاري الإفريقي من جانب آخر. إلى جانب هذه الاجتماعات التي سوف تتوج غدا بالقمة الرئاسية والتي سوف يحضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة مصر أمام هذه القمة، سوف يجري السيد الرئيس عدد آخر من اللقاءات بين سيادته وبين عدد من القادة والزعماء والرؤساء الذين يمثلون بلادهم في هذه القمة، لقاءات تهدف الأساس إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر من جانب وبين هذه الدول من جانب آخر، أو تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وبين هذه الدول حيال المستجدات الإقليمية التي تتعلق بالأوضاع السياسية وتعزيز الأمن والسلم الإفريقي، وأيضا التعاون والاندماج الاقتصادي سواء فيما يتعلق بإلقاء ضوء على المبادرات الرسمية المصرية أو الجهود المصرية التي بذلت خلال العامين الماضيين، أو طرح الرؤى المصرية يعني وضع خارطة طريق إفريقية اقتصادية للتعاطي والتعامل مع هذه المستجدات الإقليمية، ليس فقط على الصعيد الأمني والسياسي وإنما أيضا على الصعيد الاقتصادي وأيضا على صعيد التغيرات المناخية والتبعات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من هذه الأزمات. نعم إيمان، أشكرك جزيلا من على الهواء مباشرة من العاصمة الزامبية لوساكا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري.